ليا وتكوني شر عنين الناس كده كده بعد كده بتحبني يا احبك وبس ده انت عزي ده انت كنز ده انت راس مالي طب بس لحسن ما يحسد المال الاصحاب لهم حق يتهوسوا لهم حق يتهملوا يقعوا دم قلبهم وضاع اخواتي والخطاب جواعه خطاب خطاب مين يا خطابك يا طعمه كترو ومش عارف اعمل ليه وقف الخطاب سنتين على الباب مرضيش ابويا ارضى ده بعدهم ومع ذلك ارضى لمين ولا لمين ولا لمين امال الدنيا تحانة خطاب طعمه خد يا طعام خد يا ظلام السما دوت على المنطقه على كتاكيت يطلعوا مين دنيا تحانة جمع القهواجي وبكير المزاين وحسونا الفطاطري يا عيني على التشكيله الله الله على الفواتير اوعى في حالك تكون عطيت حد منهم كلمه ولا حاجه مين انا؟ الى يخرب بيتي يا ستي اذا كنت قلت لواحد منهم كلمه ولا كنا لك زله ولا دين ولا حاجه وقت سيادتك يا ام طعمه ان انا ما اتعاملش بالشكوك ابدا ابدا يا وليا الدين المعاملة كده؟ أيوة كده يا شيخ طمنتني بس انت كمان وعكوني وعدت حد يا ام طعمة أنا فاشل ده أنا يا أخويا كل ما حد يكلمني أقول له رك على الاسم والنصيب يا ندامة ولا يكون لك زل عند حد ولا دين ولا حاجة أبدا مش عارفك الغالب عليا مليم لحد إلا كله كاش أند كاري ريحتيني طمنت قلبي اللي جوزها انا مش هنمشي بقى ما تمشي يا واد مستني ايه مستني اجرتي المشاه يا نيله هو انت لسه واقف يا ندامه اصلا انا خاطب بنتكم ولا حاجه عاوز فلوس نقلي كشن بكار بكاري ما تبصيلي استنى خد تعريف اهو وتورينا عند بتاعك يلا تعريفه خلوهالكم يمكن ينفعكم في الجهاز يو يا ندامة امشي شكا في الثانية متشكرين يا ابو حنفي مش تفتح يعمى لا مؤاخذه يا بشتمرجي اصل الحق مش عليا انا امال على مين انا شايفينك طالع لوحدك امشي يا ابن المجنونه ايه انت يا ابو اصل تعالي ودرويش ايه انت عارف الكلام اللي قالته لك كله ام طعمه عن ايه عن ان طعمه لك ومش لغيرك والاسطوانه دي كلها اه ده قالته كلمه كلمه وحرف حرف للمعلم رمضان رمضان الجزار راح خطابها وام طعمه موافقه من اول اؤكد لسيادتك لغايه يا ندامة يا ده كلام اللي تقوله ده ده انا خرب بيتهم ده انا شرحهم مش شرفك يا معلم ده غير اللي سمعته من المعلم حنفي كمان اهلا 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 وسهلا انت انستنا قوي يا سعديوه الله يخليك يا ست ام طعمة ويطول في عمرك الله ام طعمة فين يا جماعه مش باين اصلها يا اخويا بتغسل بدال اعمل ايه علاها على ايه ولا ايه بتغسل طب ما قلتوش ليه كده من ساعة ما جيت انا؟ ليه؟ كنت هتاخد لك معاها كوم؟ سعيكم منشور طب مش تندهولنا طعمة تقعد معانا شوية؟ هو الغسيل خطير؟ لا يا خومي الغسيل في الغالية من الصبح يلا السلامة لا يتحرق بقى خايفة على الغسيل يتحرق ومش خايفة على قلبي اللي مولع سلامة قلبك من الولع يا ضناي خد خد لك نفسين يمكن يبردوا قلبك أنا قلبي ما يبردش إلا نهار ما أتجوز طعمة مش آخرة الصبر يا جماعة، كفاية. اسمعي يا أم طعمة، أنا هبعت الفراش النهاردة عشان يعلق التعليق ويوم الخميس إن شاء الله نكتب الكتاب. يمكن يا أخويا، يا أخي ده بعد. وجع بطنك. يا أخويا طول بالك، البنت لسه صغيرة. صغيرة أوي يا روح أمها. والنبي يا معلم حنفي خليك أنت في الملوخية بتاعتك وسيبني أتفاهم أنا مع راجل البيت. خلاص اتفقنا يا أم طعمة. بس يا ندامة قوم يا حنفي شوف مين اللي بيخبى ايه دي ما تطول بالك اللي بتخبى اقدر قوم لا تطول بالك يا بوليس النجدة ده انت حوش يا حواش السلام عليكم يا ابله اهلا بالمعلمين
شوف يا مطيعمه وانت يا معلم حنم، لعبتكم اتكسفت يا خفيف. قدامكم حنم الاثنين، يا تدفعونا فلوسنا حالا يا واحد مننا احنا الثلاثه يتجوز نعمه ويسدد الباقيين. ماذا وإن؟ هنقطعك اربع حتت انت والمدام بتاعتك. يا خرابي خشوا قدامنا سعلاوه. ما تخافيش يا وليه وراكي رجاله. هما فين؟ ايه الحكايه يا معلمين؟ المعلم والهانم مراته ضحكوا على دقنا وطمعونا بجواز طعم وسحبوا من المهر اكتر من 100 جنيه مننا احنا الثلاثه. ايه ده يا حنفي؟ حصل يا عليوه. والحل يا معلمين؟ مفيش حل غير اللي قلناه، يا فلوسنا يا جواز طعم بواحد مننا. طيب اتفضلوا انتوا دلوقتي وانا هتفاهم مع المعلم حنفي، وفلوسكم هتوصلكم قبل اخر الشهر. واجب، ما دام انت الضامن. يلا بينا يا رجاله. السلام عليكم. يلا يا معلم. الحل ايه في عملتك السودا دي؟ يعني عملتك انت اللي كانت بامبي فوق الحل من بعض. الا تعايرني ولا عايرك الهم تعايرني وفايله. انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ ابدا. الهانم والدتك والمعلم ابوكي كانوا موعدين ناس كتير بجوازك وساحبين منهم يجي 100 جنيه عربية. شحكة في السنة. الله الله، يعني كنت عاملين عليا مزاد. والمزاد رسي على مين غير؟ حد يستاجر يزود عليا؟ حد يقدر ياخدك مني يا طعمة؟ ديون ابوك وامك هدفعهم عشان خاطر عيونك يا طعمة يا مراتي. ما يحكمش، وفرهم يا اخويا. انا مش هتجوز الا اللي يفهمني وافهمه. اللي بحبه بحبه. مش هتجوز غير حسونة، فاهمين يعني ايه حسونة؟ حسونة مين ده يا معلم؟ ما انت عارفه الواد اللي بقى على الفطاطر اللي في اخر الحارة. وراه اخر بينك وبينه معاملة؟ طبعا. حسونة ده لازم نخلص منه، لازم يختفي من على وجه البسيطة. ايه نقتله؟ ابعد، انا علي التفكير والتدبير على الله. على فكرة التدبير، شفنا هشين الفك فيه، اديك شايف بنوك الحارة توقفوا عن الدف. يا اخي حل عني الفايل اللي خدته بقى. مش هتدفع ما؟ خد واعمل حسابك ان ده اخر مبلغ هتاخده لحد ما اتجوز طعمه بنتك. واما سي حسونه هعرف اخلص منه ازاي انا. حسونه؟ ايوه دي جاي. الاربع فطاير دول توديهم للاستاذ نصح المنجم. ليه؟ هيشوف لهم البخت. يا بني ادم عشان يفطر بيهم ياكلهم. يا عيني ده الفطير بخته وحش قوي. في ايه يا بتاع؟ ابويا وامي. من؟ اي حد يطلبني منهم يعشموه بالجواز ويفضلوا يجروا منه في فلوس كتير لما بقى عليهم مبلغ كبير قوي. ولاد النصابه. وبعدين؟ ولاد ليه؟ قالوا اللي سدد فلوس الناس هو اللي يتجوزني. يا حلاوه يا حلاوه. ويطلع قد ايه دين الوالدين ده؟ حوالي 100 جنيه. على ايه؟ 100 جنيه؟ لا بسيطه. يعني روحي انت دلوقتي وانا هدبر المساله. يعني هتشوف لهم 100 جنيه؟ هو 100 جنيه اللي بتتكلمي فيهم دول ده مبلغ تافه؟ صل على النبي، ده انا بصرفهم جنب ابوكي في الاول. حاضر الشدة حضرتك يا طيعمه. 100 جنيه اهلين لي امه تقول له رقم. فضيل اسمر وجميل ونحيف ونحيف واسمه فتحي خليل. ايوه النبي يا استاذ ناصر. معمول له عمل ولا فيش امل الا اذا انفك والباب اتسكت. وازاي نفك العمل ده بقى؟ ديك روم اسمين وسبتين وثلاثة جنيه يتفك العمل في الحال. ويروح يا بنت البال وتاكلوا بلح امهات وتخلفوا صبيان في بلاد صبيان بنات. اتفضل ادي الثلاثة جنيه وتو ما اوصل ابعت لك الديك واقف ستي. مع السلامة يا نرجس يا بنتي. تعالى يا حسونة يا ابني تعالى لحظة انا عصافير بطني بتصوصو. ايه مالك مبوز لبس يا عوايدة؟ الله يا استاذ ناصح، الزمن كالح والفقر كابس والرزق حابس وليل طويل مكسور وذليل. ليه يا حسونة يا ابني لا قدر الله؟ وانت يا ابني مش بتشتغل وبتاخد ماهية؟ هو الاسم ماهية والقيمة هفية وتلاقيني مبوز علشان عاوز اتجوز. لا حول ولا قوة الا بالله. طب يا ابني ما قلتليش ليه؟ كنت قريت لك الطالع ولا كتبت لك ورقة توزع في رزقك وتنجح مع قصدك. اعمل معروف الحائمي. طيب هات ايدك وخليك معايا. ايدي معاك اهي. عظيم. شوف يا سيدي. كلك ذوق. الله يخليك. من تحت لفوق. يا سيدي عشت. اللي هي سليمة؟ ايوه. واليد كريمة؟ لا
بس في واحد ابن لئيمة بيخرم جيبك ببغريمة، عارفه ابن الصربة القديمة، بنت بيضة وبصالة وعينها ميحة وميلالك، لكن أمها حرباية. أيوة، في الوش مراية وفي الأفس الله قطعت المذكورة أوطاع. أنا شايف أمورك مقضية، لو تخلف قلبك شوية جمودية وتطلب بدل الجنيه 100، يعني أقايس عليك؟ توكل وخد الحجاب ده معاك، هتلاقي الفلوس بتجري وراك. يا ريت، ده انا كنت اقطع نفسها من الجري زي ما قطعت نفسي. روح يا ابني، ان شاء الله ربنا هيفتح لك الابواب. ايوه بس ايدك على الحساب. الحساب؟ الحساب بيوم الحساب. انت انا عايز الحق الحجاب. اه يعني تقصد ان احنا يعني نبقى خالصين؟ اه ما هو رزق الهبل على المنجمين. حسونا يا سيدي حسونا. ادي حسابك اهو، متاخر عليك لغايه النهارده 20 جنيه و32 قرش. لا بسيطة أوي، وهتديني كمان 100 جنيه يبقى المطلوب. يبقى المطلوب واحد عسكري يوديني أنا وأنت على القسم، يوديني النيابة، عليك 20 جنيه وزيادة، وكمان جاي تستلم فوقهم 100 جنيه. يا دمك، ما هو إن ما عملتش كده يا معلم هتطير مني البيت. وأنا اللي عملت كده تطير مني الدكان. ما تتعبش روح، انت يا ابني تسددت القرشين اللي عليك وتروح لحالك وتكفيني شهر. بتطردني علشان 120 جنيه؟ بتطرد النعمة؟ معلش، بكرة تفرج وتشوف الفلوس وهي بتجري ورايا. تجري وراك؟ ها دي الفلوس تخاف من وشك يا اخي النار. روح اسأل كده الاستاذ ناصر. على فكرة في الحق الفتير بتاع الاستاذ ناصر. لا تحيله على الحساب رقم. حساب؟ انا حساب يا طلالي، وانا بديك متكية بطاطني السدقة تفرق نص فطير المحل مجانا وتقول لي على الحساب؟ ما هو بس انزل طبعا من المحل، اطلع بره ما تورينيش وشك، خربت بيتي ده يا تخرب بيتك. معلش، الدنيا زي الخيارة، يوم في ايدك ايه لا ويوم في ايدي. حسونة أهلا سيد عليوة، أنا عاوز أفتك كتير. 10 يا عم، هات واحد شاي كمان. ما أنت تعرف يا حسونة إن أنا أحبك وعزك زي أخويا وأخويا. طبعا، واللي يضرك ينفعني واللي ينفعني يضرك. أنا وأحبلك الخير من كل قلبي، ولو كان في بوقي لقمة وأنت جعان هطلعها وأديها لك. اديها لي تديها لي يعني إيه؟ ياكلها. الله يغم نفسك يا شيخ. ده مثلا مثلا. مثلا. طب يا اخي ما تقول كده من الصبح. افندم ناس عليه ما يا اخويا، انا كنت خاطر تعمل انت معلم. انت كمان؟ الله يخرب بيتك. انما وشرفك لما عرفت انك انت بتحبها وعاوز تتجوزها، قلت في عقلي بالي يا واد خليك شهم وكريم وابعد عن الشر وغنيه. وغنيت له؟ وغنيت له وغنيت لك، ومبروك عليك طعم يا معلم حسونة. يا سلام، انا الاول مرة في حياتي اعرف انك انت بتحبني. امال، بس انا اخويا كنت عاوزك تشوف لك شغلانة تكسب منها قرشين اكتر من كده، مثلا تفتح لك دكان في طبري لحسابك انت. ايوه بس دي حاجة مش بالسهل يا سعليوة، دي حاجة عاوز